ما عاد في حرارة بنوب. معقول ضل سهران جنبي كل الليل وما تركني؟ معقول كله مشاني؟ الشوربة لازم تشربيها، الدواء والفيتامينات لازم تاخديهم، والتفاحة لازم تاكليها. لك حتى هو عم يعمل شي منيح عم يتأمر علي. صباح الخير. كتبت لك على ورقة لأني فكرت حالي ما رح أشوفك. طمنيني عنك، صرتي منيحة؟ منيحة. تعرفي إنه كتير خوفتيني عليك فوتون. أنا عندي شغل ولازم روح، بس إذا لزمك أي شيء اتصلي فيني فورا. ليكي فوتون، من اليوم ورايح إذا تأخرت أو اضطريت إني أسهر برا رح أتصل لحتى خبرك. اسمعيني، أنا ماني متعود يكون في حدا عم بيستناني. لما يكون في هيك شخص يطلب مني إجي على البيت فوراً، أصير مضطر أشرح له ليش تأخرت وشو كنت عم ساوي. بصراحة مالي متعود على هالأسلوب. بس من اليوم ورايح لما بضطر إني أتأخر رح أدق لك وأشرح لك ليش بدي أتأخر وإمتى رح أرجع. وفي شغلة مهمة، أنت بتعني لي كتير ومانك بنظري ولا شي. يلا بشوفك. الله معك جان. تأخر علي يا حبيبي لأنه رح أشتاق لك. قزمي
انت بتقصدي كنتك فطوم بالحكي؟ طبعا، وهذا اكثر شيء بيناسبك. عيب عليكي مديحه، والله عيب عليكي تحكي هالحكي، ما بيناسب عمري. ها شو دخل عمري باللي قلته؟ هي حقيقه عمي. كيف يعني شو دخل عمرك مديحه؟ حلوه بحقك تحكي عن كنتك مثل ما بيحكوا البنات المراهقين. خلصنا بابا، يلا احكي مديحه. خير شو عامله فطوم هالبنت؟ هبله. ما بعرف ليش كل رجال هالعيلة عقلهم قليل وبينضحك عليهم هيك. الوراثة إلى دورة. عم تحكي إنها حامل لحتى تعلق جان فيها أكتر وما يتركها أبدا. إيه قديش عقلهم صغير هالرجال. بيصدقوا بسرعة. من كل عقله مفكرة إنه زواجها رح يستمر. ما لها قليلة هالفصعونة وعم تعمل خطط. مديحة مو حلوة تحكي بهالطريقة عنها، كأنه البنت هي اللي اجت وقالت لها حامل. أنا الحق علي، فهمت حديثهم غلط على التليفون. ويمكن بدهم وما عم يمشي الحال وزعلنا البنت من دون ما نقصد. تحسين شو رأيك تحكي مع جان وتفهم لنا منه شو القصة؟ ليك أنا من مين عم بطلب؟ على أساس هو كتير بيحكي مع ابنه. خلصنا، لا تدخلوا حالكم بهالقصص لو سمحتوا. الاثنين ما لهم صغار ابدا، يعملوا بحياتهم اللي بدهم اياه، نحن شو دخلنا؟ انا شبعت وصار لازم اروح، تاخرت كثير على المشفى بالاذن. الله معك تحسين. هلا تدخلوا حالكم كانه انا اللي سالتهم، بعدين انا بعمري يعملوني تيتي؟ لساتني صغيره ليجيني حفيد هلا. انتي اللي بعمرك شافوا احفاد احفادهم، روحي واطلعي على حالك بالمرايه. اللي قعدتيهم عندنا هون بالبيت بيطلعوا 40 سنة إذا مو أكتر. مو معقول عمي، أنت زودتها، زودتها كتير. أنا غلطت بالحساب مديحة، 39 و12 شهر. وهي المراية عمي العزيز، يعني إذا بشوف وحدة مثلي بالطريق ما بعطيها أكثر من 20. بس كأني أنا سمنانة من هون شوي. وينك ناجية؟ الله، هاي شو عم تعمل بعز الظهر والحرارة 50؟ ليك 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 لك مو عرفانة تعمل حركة؟ لك هيك بتنعمل الرياضة؟ مو شايفة برامج الرياضة بحياتك يا بنتي؟ أوف خلص تبقى تساوي شيء، أنا جاي أعلمك. جهزي لي حالك مديحة، اجا الخبير الرياضي. عمي عمي شو صار لك؟ رح اقول لك شو صار لي. حبيت اعلمك كيف بتنعمل الرياضة. اول شيء هالمادة صغيرة كثير، لازم تستشيري الناس يلي بيفهموا. انت ما عندك دي في دي لبرنامج رياضه او بلاتيس؟ معقول؟ اللي عمي في شيء موجود بهالدنيا ما بتعرفه او ما بتفهم فيه؟ ما في بنوب. هلا رح علمك انا الشيء الصح. شو بتقول خبيره الرياضه؟ شو بتقول؟ بالاول قبل ما تبلشوا بلاتيس لازم تعملوا الحركات الذهبيه الخمسه للتحميه وبعدين بتبلشوا فيهم. منبلش؟ ها بالاول منقعد على عظام القعده تبعنا. ها عظام القعده؟ يعني رح تعدي على مؤخرتك إذا هيك أوضح.
وبعدين منتنفس بكل عمق. زفير شهيق زفير شهيق زفير. لك شو هالنفس اللي عم تتنفسي؟ بحياتك مو شايفه برنامج رياضه؟ اطلع كيف بتتنفسوا هيك. يلا شهيق زفير شهيق زفير. وهلا نتمدد بطريقه طبيعيه واخيرا. مو هيك بنتي، بطريقه طبيعيه، مو بهذا الوضع، مو مثل كلب البحر اللي قاعد على جنبه. كيف لكان؟ شوفي شلون هوب. لك فهموني انتو شو كنتو عم تعملوا برا والحراره فوق الخمسين؟ سبورت. لا اكيد انتو جنيتوا. لك شو صار لك انت؟ تاني حاجه تبهدلنا بقى، شو شايفنا اولاد قدامك؟ والله انتو اضرب من اولاد بابا. ليكو حالتكم بعد هالعمر سبورت؟ لا ليش شو عمرنا بالله؟ لا لا لا، لازم انتو اتنين تبعدوا عن بعض، لانه انتو اتنين طاقين فيوزاتكم. انت بتكبري براسه وهو بيوافقك، هيك ما رح يمشي الحال. ممنوع تعطوا خطوة برات البيت، وممنوع تنزلوا عجنينة لأنه رح تاكلوا ضربة شمس. إيه شو نعمل كل نهار بالبيت؟ شو بيعرفني أنا؟ بلعبوا شدة مثلا أو بتلعبوا شطرنج؟ شو هالحكي هاد؟ شو حضرتك شايفنا خضايرة؟ Sevdiğim halini saçların dağınık yüzünde yastık izi bir pazar kahvaltısı gibi küçük oyunların büyük savaşların arasında olduğu kadar bir aşktı bizimkisi. Pazar gecesi uykusu gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Gülmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Zan! Zan um yallah! شو صار؟ انت ليش نايم؟ مو قلت لي رح تستناني؟ نوم شو؟ ما كنت نايم ولا شي، كنت مريح عيوني، بس كأنه كتير تأخر الوقت. وينك لهلأ يا خانو؟ شو مانك منتبه قديش صارت الساعة؟ قلت لك رح أتأخر لحتى أرجع. أنا كمان قلت لك رح أستناكي، ومع هيك تأخرتي لرجعتي.
مساوي كل هاد لحالك؟ مين يعني برأيك؟ شو بيعرفني؟ قلت يمكن متصل بهنادي وبعتت شي حدا ليساعدك مثلا. لا مستحيل، وما بصير تحكي معي هيك، لأنه كل هدول أنا اللي حضرتهم بذات نفسي وكرمالك. أول احتفالية بأول سيناريو لفتون دي. أولي خد فجر لك وحدة، أنت اللي عامل الحفلة. وقف لطفية. بلا هالحركات فتون، ضل في وقت لحتى نحتفل؟ مالك حاسة بالذنب لأنك تأخرتي علي؟ بنو أنا قصداً تأخرت. ليش قصداً تأخرتي؟ كان بدي إياك تفهم بشو بحس أنا لما بكون عم بستناك. جان؟ أنا قلت لك إنه هذا اليوم هو يوم مهم. لازم أحكي لك يلي بقلبي. شو اللي بدك تحكي؟ ما عم صدق عيوني، وين لقيتي؟ أحكي ليش ساكتة؟ ليش؟ لأنه لازم يصير بإيد صاحبته. لو سمحت طلقني لنخلص. ليش؟ لأنه هذا لازم يصير. فتون شو يلي سمعته هلأ؟ يعني شو صار لحتى تحكي بهالطريقة؟ معقول يكون صاير معك شي وأنا ما بعرف فيه؟ احكي فتون، بترجاكي لا تضلي ساكتة. السيناريو رح يجيني منه مبلغ منيح، وبعدين في مصاري الدعاية. الشركة لأنها عطلتنا رح تدفع لنا أجارها ذاك اليوم. بهالطريقة إذا ما قدرت أوفي لك كل الدين بكون خففته عليه. وبعدين السيناريو تبعي رح يتصور ورح أخذ نسبة منيحة من مراد. بهالطريقة رح أقدر سد كل ديني، يعني فينا نتطلق فورا. بس لازم تعرفي إنه في حال رفعتي دعوة ما رح تقدري تاخدي البيت. جان مستحيل تتحمل كل هالوقت، يعني رفيف معقول تضل تستنى كل هالوقت؟ خلاص، بما أني رح أدفع لك مصرياتك نتطلق بالتراضي. مستحيل، أنا هلأ ما بدي اياهم، والحكي اللي حكيتي ما عجبني كله. ليش؟ نحن في بيناتنا اتفاقية وانتي وافقتي ووقعتي ووعدنا بعضنا نكمل هالشي. هلأ اتركي كل شي على جنب، ما فكرتي بأهلي يا فتون؟ أمي، أبي، جدي. جدي رح يتضايق كتير إذا صار له شي بسبب هذا الطلاق. ضميرك ما رح يتعذب؟ رفيف الكل بيحبوها وجدك بيتعود عليها. وافق على الشي اللي قلته، خلينا نكسب الوقت أحسن لو سمحت.
الفتون. إذا المشكلة بالتنظيف والجلي وشغل البيت، لا بقى تشتغلي، منجيب واحدة هي بتشتغل. يعني حتى الأكل فينا نصير نجيبه من برا كله جاهز. ما في شي بالدنيا ما له حل. لا، الشغل مانو السبب جان. أنا ما عاد فيني أعيش معك. رفيف قالت لك هذا الحكي ما هيك؟ طبعا رفيف يلي ضغطت عليك لحتى نتطلق. مراد، مراد كمان بده هيك ما؟ مراد يلي خلاكي تحكي معي هذا الحكي، أكيد مراد هو اللي بده يانا نتطلق، ما هيك يا فتون؟ ما حدا طلب مني أقول هالشي، لا مراد ولا غيره، هالقرار أنا أخذته. انسي القصة، أنا بإرادتي سمحت لك تعملي كل شي بدك إياه. فيك تشوفي مين ما بدك، فيك تروحي للمكان اللي بدك إياه، فيك تكوني مع مين ما بدك وحرة بالشي اللي بدك تعمليه. أنا ما رح أوقف بطريقك وما رح أتضايق فتون، بس لازم تعرفي أنا ما رح أسمح لأي حدا يتدخل بحياتنا، فهمتي؟ جان شوفي، أنا بحبك وتعبت، عيدي شو قلتي؟ مشاعري تجاهك ما عاد فيني خبيهم. أنا ماني مصدق إنك عم تمزحي وأنت بهاي الحالة فتون، هذا مو وقت المزح أبدا. أنا مستحيل أمزح بهذا الموضوع، مانك حاسس باللي جواتي، مانك منتبه للعذاب يلي عم عايشه وأنت قدامي. قلبي عم يحترق من جوا وما عاد فيني اتحمل اكثر هذا الوجع. لو سمحت اتركني، طلقني انا وروح لعند رفيف، خلينا نخلص. لو سمحت biliyorsun döneceksen neden gidiyorsun? Biri severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler
araçtan. ألو؟ هنادي خانم؟ شو صار معك؟ حبيت اتصل فيكي لأعرف النتيجة. قدرتي تحكي شي مع جان بخصوص الاتفاق؟ وقع ولا لسه؟ تأخرت عليك. اليوم ما صحت لي فرصة شوفه ليوقع، بس بكرة رح أحكي مع جان على الأكيد. بس يعني مراد بيك، شروط العقد هذا تقيل كتير، وما بعرف كيف بدي أقنع جان فيهم ليقبل. ما في مشكلة، عندكم الفرصة بأنه ترفضوا. هنادي خانم، القصة عندكم. معقول هالشي مراد بيك؟ أنا شخصياً رح حاول أقنعه، يعني رح أقنعه بشكل من الأشكال وبرجع بخبرك بالمستجدات. طيب ماشي. انت بحياتك كلها ما سويتي شيء مثل الخلق بحياتك. اف مراد، شو هالشروط اللي حاططها؟ جان مستحيل يوقع عليها، يعني هو نجم وما رح يوافق على هالشي. اوف، خير ان شاء الله. شو هنادي عم تحكي مع حالك؟ أهلين حياتي، تفضل اقعد. ها هلا انت لما بتنادي لحدا حياتي اكيد بتكوني بدك تطلبي منه شي طلب، صح؟ خير ان شاء الله. هنادي خانم، شو بدك؟ بصراحة اليوم وصلوا عقود الفيلم اللي حكيت لك عليه. كيف يعني؟ مو معروف مين المنتج والسيناريو لسه ما قريته، بس وصلوا عقود الفيلم. ما هنادي، ليكي في شي غريب كتير بهالموضوع. يعني بصراحة العرض مغري وملفت لدرجة ما بتتصدق جان. لأي درجة الرقم محرز؟ كتير كتير منيح، ما في مشكلة. معناتها لأنه أنت بالعادة ما بتطلعي وما بتشوفي غير الرقم. بس هو حاطط شروط وقوانين صارمة شوي، مو قدران اقول لك عنهم، بس رح توافق. هنادي شو صاير لك؟ احكي بقى، خلصنا. هاتي العقود لحتى شوفهم، هاتيهم. هنادي، انت اكيد انتبهتي لهذا البند يلي تحته خط؟ ما لك هذا عقد احتكار لسنتين، ما انتبهتي له؟ انا كيف بدي وافق؟ ولحتى يتصور الفيلم ما رح تمثل باي فيلم تاني. احكي مين هدول هنادي؟ هيك عقد اول مره بشوفه. لك مو مكتوب الفيلم حتى امتى بده يتصور؟ يعني معقول بدي ضل مربوط مع هالجماعه طول هالفتره؟ طبعا ما رح اوافق. يا جان، انت اكيد بتعرف كل هاي الشروط أمر روتيني وطبيعي إنه يكتبوها، يعني الجماعة مقدرينك ومحترمينك. هدول عم بيستثمروك وطبيعي إنه ما يحبوا تمثل بمكان تاني، والله شي عادي. مو شايف القصة هيك، خلاص ماني مرتاح لهم.
بس نحن مجبورين نوافق، وإلا الشركة مع الأسف رح تسكر. أنا متضايقة وما عم بلاقي حلول. منافسينك بالسوق كتار وما عم بقدر لاقي لك عروض. الدعايات ما عم بيزبطوا والوضع من سيء لأسوأ. هنادي كرمال الله لا تساوميني بهالطريقة. أنا عم ساومك؟ مين الشخص اللي كان واقف جنبك كل الوقت؟ ومين اللي عمل منك نجم وخلاك ممثل مشهور؟ مين اللي عمل منك بطل بالوقت اللي ما حدا كان يعرف مين أنت؟ برأيي صار لازم تفكر منيح قبل ما تحكي بهالطريقة. إذا بدك ولا ما بدك نحن مجبورين نوقع على هذا العقد لمصلحتنا، لأنه مسيرتك الفنية بخطر. أنت كمان لازم توعى لهي القصة ولازم تنتبه منيح. المخرج الوحيد إلنا نحن الاثنين هذا العقد، ما في قدامنا حل تاني. ألو، مرحبا، كيفك؟ أنا منيحة شكراً كتير، كيف صحتك؟ عندي خبر لحضرتك لحتى تنشره بجريدتك، خبر مهم كتير، بس بدي ينتشر الخبر من دون أسماء. يعني إذا نعرف أنه أنا اللي وصلت لك هالخبر رح تكون حطتني بموقف صعب كتير. زواج جانتيكين مزيف. بالضبط، زواج بالاتفاق. أهلين موسى، كيفك؟ أنا كتير منيح، آسف على الإزعاج، بس واحد من المراسلين اللي عندي خبرني إنه زواج جانتيكين مزيف، فقلت بسألك بالأول لأنك مقرب من جانتيكين. أنت عندك فكرة عن القصة؟ لا، ما عندي فكرة عن هيك شيء، وأنا بظن أنه هالخبر ما له مزبوط. وإذا بدك رأيي بلا ما تنشر الخبر فوراً، على القليل استنى لحتى تتأكد أنه صح. خلص، رح أخذ كلامك بعين الاعتبار، لا تأكل هم. طيب، مع السلامة. الله يسلمك مراد. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإطارات لتكون أول من يشاهدها.